مكلارين أرتورا 2022. هلا راح نشغل السيارة. ما في صوت، مش عارف شو عم يصير. أو بصراحة عم بكذب، أنا عارف شو اللي عم بصير. اللي عم بصير إنه هاي السيارة عم تشتغل على البطارية فما في ولا صوت. يعني إذا أنت بين جيران خايف تصحي حدا، خايف تزعج حدا، ما راح يصير هذا الحكي لأنه السيارة بتشتغل بدون ولا صوت. طيب أنا بدي أشغل السيارة وأكون بمكانه وأسمع صوتها والناس يعرفوا إنه معي سيارة قوية. موضوعك بسيط جدا، مش مضطر كثير تفكر، كبسة بسيطة بيشتغل الصوت العالي اللي هو تبع الست سلندر اللي موجودين، التوين توربو اللي موجودين وراي. المكلارن واحدة من السيارات اللي بتخوف، قديه سيارة قوية، فيها باور، فيها متعة في السواقة ما بتخلص، والناس اللي ساقوا هاي السيارة بيعرفوا، والناس اللي حاضرين فيديوهات كتير عن هاي السيارة بيعرفوا. بصراحة انه تكون هاي السيارة بلوجين هايبرد بتفكر كتير قبل ما تسوق هاي السيارة بكتير اشياء. شو ممكن تكون؟ ممكن احس ب... ما بتحس انها كهرباء، ما بتحس انها سيارة بلوجين هايبرد، ما بتحس انه والله سايق سيارة زيها زي اي سيارة هايبرد. لا، انت سايق سوبر كار بنفس الشعور، بنفس الناس كيف عم تطلع عليك، بنفس الحس تبع السواقة، لانه في جير بالسيارة من 8 سرعات، فحاسس بكل شيء بدك تحسه. صوت السيارة لما يكون مشغله بيكون عم يطلع من 3000 سي سي في 6 على 120 درجة. المحرك تبعها بيكون ليش على 120؟ لانه سيارة توين توربو، فهوت انسايد في التوربوهات موجودين فوق بنص المحرك. فعليا هذا الحكي فارق في اداء السيارة. السيارة الانسيابية اللي موجودة فيها ما بتتصدق. حبلش في السيارة من برا. شكل السيارة من برا مكلارن. مكلارن وزن الباب فيها عم بيكون الواحد 11 كيلو، عم بيخفف وزن بشكل مش معقول بهاي السيارة. حتى الشاصية تبعها عم بيستخدموا فيه الكاربون فايبر قد ما بيقدروا ليخفف وزن. فعليا هاي السيارة على الحلبة هيك كان وضعها. حبيبي ذات از ديفرنت. 200 210 220 230. واو، خذ لي هالمعلومة. بيريلي قرروا انهم يعملوا كاوتشوك على هاي السياره فيه تكنولوجي نوع فوم معين، نويز كانسلينج تاير. فعليا لما تكون جوا السياره كثير اقل من اي سوبر كار بتسمع صوت الكاوتشوك، لانه بالسوبر كارز هذا الشيء موجود كثير، بتضلك سامع صوت الكاوتشوك. ولكن الفوم اللي موجود جوا هذا الكاوتشوك ما بيدخل الصوت زي السيارات الثانيه لجوا المقصوره الداخليه. كميه كاربون فايبر بالسياره بتخوف قد ايه حلوه، بس برضه بتخوف لانه السياره واطيه على الارض. ولكن مكلارن حلوا هذا الموضوع، كله كاربون فايبر قدام ولكن بكبسه واحده نوز ليفت ترفع السيارة، فلو طالع على مطب أو أي شيء السيارة على الأغلب إنها ما راح تحك من تحت. درجة الحرارة اللي بتطلع من المحرك هون بتوصل تقريباً 900، ولكن الفتحة اللي موجودة هون وهون بالهواء الطبيعي اللي من الشارع بنزلها تقريباً ل 200 درجة. سسبنشنز السيارة بالنسبة لسبورتس كار، بالنسبة لسوبر كار، جميلين جدا جدا جدا. هاي السيارة بتوصل 330 كيلومتر بالساعة، وعلى الحلبة مشيت فيها 250 كيلومتر في الساعة على حلبة دبي أوتودروم. بصراحة السيارة ما كان أداءها عادي على الحلبة بالمرة. حزامات السيارة لونهم جميل جدا جدا جدا، أنا كثير بحب هذا الشيء. يعني جد لما بشتري سيارة بطلع على ألوان السيارة من برا ومن جوا متناسقة بشكل مو عادي، فاللون أورنج موجود كثير في هاي السيارة. الشغلة الثانية إنه فيها شيء اسمه VDC Variable Drift Control، وهذا الإشي بيخلي بيعطيك هيك جمالية لسواقة هاي السيارة. لما تكون على الحلبة وقررت إنه بدك السيارة هاي تزيح معك شوي، لأن الهاندلينج تبعها لما تكون مو عامل الـ VDC حاطه على الدريفت مود تقريبا، إذا بدي أسميه دريفت مود، السيارة الهاندلينج تبعها رهيب. سكت على الحلبة بالإلكترونيك مود على الإي مود، شغال تماما كهرباء وكانت حلوة. لكن لما شغلت أكيد الإنجن تبع السيارة فرق كل شيء، والباور والهاندلينج وكل شيء فرق. ولكن فعليا هاندلينج السيارة ممتاز. بس إذا حابب إنك تاخذ يمين أو شمال تزيح بالسيارة، من هاي السكرين الـ VDC بتشغله وبتقرر أنت الدرجة تاعت الدريفت اللي بدك إياها من هون. فهذا في حال إذا أنت لسه مو متعود على السيارة، شوي شوي بتبلش تزيد ولا تاخذ على السيارة، عشان لا سمح الله ما يصير معك سبين أو حادث معين ممكن يؤدي إلى ضرر للسيارة أو فيك أنت كشخص. طبعا سماعات السيارة BMW بصراحة يعني كواليتي رهيب جدا جدا جدا، تحديدا لما تكون شابك أبل كار بلاي، حاط موبايلك الميوزك عليه، مو عادي قديش
ممتع هذا الموضوع في السيارة. إذا بدي أحكي performance السيارة من 0 ل 100 بثلاث ثواني فلات، يعني هذا الإشي رقم فعلياً رقم جميل جداً. كثير إشي حبيته هو الباور تو ويت ريشيو، يعني قوة السيارة على وزن السيارة جداً متناسقين جداً. حتى لما تكون ماشي لك 250 260 وتدعس البريك ما بتحس انه وزن السياره من ورا تحين الانجن موجود ورا، ما بتحس بانه السياره عم بتزيح فيك كتير. هذا إشي جميل جدا للناس اللي بسوق على الحلبة بيفهموا كتير منيح شو اللي عم بحكيه، بيساعدك على الكورنرز انك لما تدخل حتى لو عملت ليت بريكنج شوي السياره تمسك في ارضها وتضلها داخل على الكورنر في اسهل طريقه واريح طريقه ممكنه. السياره عليها الكترونيك ديفرنشال فهذا مساعد برضو في موضوع الهاندلينج وتوزيع الباور للعجال. كاب هولدرز موجودين في السيارة، هذا إشي جميل بيفرجيك إنه هاي السيارة تقدر تستخدمها ديلي. جد أنا اليوم بس تسألني سؤال، هاي السيارة ديلي ولا مش ديلي؟ نعم، إذا بدك سوبر كار ديلي هاي أول سيارة أنا راح أنصحك فيها، أول سيارة راح أقول لك يس خذ هاي السيارة كديلي كار. ولكن إذا حابب تنزل فيها على التراك السيارة جاهزة ولا عندك مشكلة ولا مضطر تجهز أي شيء، مضطر تعمل شيء واحد بس يعني بس هاي سبورت هاي تراك وهاي داون شيفت. صوت السيارة جميل جدا جدا، يعني إذا بحطه على الإن تسمع صوتها يعني طبعا إذا بتحط اكزوست سيستم لسه رح تسمع أشياء أحلى وأحلى. على فكرة في شغلة تانية حلوة كثير بالسيارة هي قد ايه رفيعة، الأشياء اللي تحكم فيها من المساحات ولا إن كان على الغمازات كله مريح جدا. البادل شيفترز جميلين جدا 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 جدا، والداون شيفت فيها يعني هلا كنت ماشي بكهرباء ومحترم حالي ورايق، ولكن بس اني طلعت من الحارة اللي انا فيها اموري كاملة بتنحل. في شوية معلومات عن البرفورمانس اكتر حكيتهم خلال الحلقة تبعت هاي السيارة، فبتقدروا تحضروا برضو الحلقة تبعت هاي السيارة لما كنت عم بسوقها بالحلبة. باور العزل في السيارة بما انه عم نحكي عنها بالشارع مش بالحلبة كيف سوقتها، بالشارع عن جد عزل السيارة رهيب جدا جدا جدا. برجع بحكي موضوع اني بقدر ارفعها انزلها جميل، موجود باكثر من سوبر كار، ولكن هذا الشيء عن جد بفيد. فانا هلا بكبس هيك برفع السيارة من قدام بتكون اموري سهلة اني اطلع على اي مطب بدون ما اكون متوتر. وجود الالكانتر على الستيرنج مساعدني في موضوع الجريب، لما تكون على الحلبة الواحد بيكون متوتر الادرينالين عالي، مرات الواحد بيكون عنده شوية عرق على ايده، الالكانترا بيساعد كثير في موضوع الجريب. قد ما كنت متوتر وانت على الحلبة امورك تمام ما تاكل هم، حتى سقف السيارة جاي بالالكانترا. في شغلة حلوة كثير انه شاصي السيارة معمول من الكربون، وشاصي هاي السيارة انعمل بس لهاي السيارة، فهذا يعني انه ما استخدمت لوحدة من السيارات الثانية الموجودين عند مكلارن الشاصي واشتغلوا عليه، لا، لانه عشان توسع البطارية ويكون توزيع الوزن بأحسن طريقة انعمل على شاسي كاربون فايبر جديد. كاربون شاسي بصراحة كيف مشتغلينه، حتى الانتيرير تبع السيارة كيف القعدة فيها، السيت بوزيشن، المساحة اللي أنا موجودة، البوزيشن تاعي بالسيارة لا أنا بقدامها ولا أنا بآخر السيارة، أنا بوسط السيارة، حاسس بالكنترول كامل تبع السيارة هاي. لما تكون عم بتسوق هاي السيارة على البطارية شغال بس على الإيمود بتكون عم بتسوق 95 حصان من البطارية عم بيطلعوا، مريحين جدا، سهلين سلسين في التعامل، ولكن باللحظة اللي بدك اياها الباور موجود وجاهز، يعني جاهز بيطلع في اي لحظة بيطلع. يعني انا بفكر لما بتشتري هاي السيارة ايش الاشياء اللي بكون بدك اياها؟ اول شيء بدك بيرفورمانس، وهاي السيارة فيها بيرفورمانس 180 حصان عم نحكي عنهم، من 0 ل 100 بثلاث ثواني فقط. لما عم نحكي عن بدك سيارة بتروح فيها وتيجي كل يوم، سيارة فيها بطارية فامورك في التمام. بدك سيارة شوي بتوفر مش ضروري تكون تصرف كثير، السيارة هاي بالنسبة للسوبر كارز مصروفها أقل بسبب وجود بطارية. بدك سيارة ملفتة وحلوة بالشارع، هاي السيارة ملفتة جدا 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 في الشارع. بدي سيارة سسبنشن تعاونها مريحين، هل هي مريحين زي تويوتا كامبري؟ لا أكيد سايق سوبر كار، بس هل هي متعبة زي كثير سوبر كارز؟ لا. فطبعا هاي برضو موضوع محلول بالنسبة لك. بدي الانتيريور اللي مبينة السيارة سوبر كار، مبينة وزيادة ونص. جد ما بقى يعني إذا بدي أشتريها أنا هيك، إذا بدي أشتري هيك سيارة هيك بختار. جماعة ضروري ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تاعت سترايب ميدل إيست على اليوتيوب هلا لحتى تحضروا هاي الحلقة وحلقات تانية كتير، وأنا فاسل المفرج وهذا سترايب.